بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فمات وهو راض عنه، صلى الله عليك يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مبينا معنى التقوى وهي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أيها الأخوة المسلمون، نتكلم اليوم عن البركة، والبركة معناها تكاثر الخير ونمائه واستقراره واستمراره. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ويقول الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أيها الأخوة المسلمون، البركة كلمة نسمعها دوما، ولكن للأسف افتقدناها في بيوتنا وفي حياتنا اليومية، افتقدناها في أولادنا وفي أموالنا وفي أرزاقنا. هنالك العلماء جزاهم الله خير وضعوا مفاتيح للرزق ومفاتيح للبركة، ومن أهمها تقوى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتقوى كما عرفها سيدنا علي بن أبي طالب هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ومن أبواب البركة تلاوة القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك: وهذا كتاب أنزلناه مباركا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن البيت الذي يتلى فيه القرآن وقال: تسكنه الملائكة وتهجره الشياطين ويتسع أهله ويكثر خيره. ومن أبواب البركة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، والدعاء هو مخ العبادة. والله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. ويجب أن يكون الدعاء خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن أبواب البركة البسملة وذكر الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت ولا عشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك. ومن أبواب البركة الصدقة، وهي من أسباب البركة والتصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ الغضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. ومن أبوابها صلة الرحم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحب أن يسأل له في أثره ويبارك له في رزقه ويمد له في عمره فليصل رحمه. ومن أبواب الرحمة وأبواب البركة التبكير في طلب الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها، أي الخروج لطلب الرزق مبكرا. ومن أبواب البركة إقامة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن رزقك والعاقبة للتقوى. ومن أبواب الرزق التوكل على الله حق توكله مع الأخذ بالأسباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو توكلتم على الله حق توكله لصفحتكم الملائكة في الطرقات. مفاتيح البركة التوكل على الله حق توكله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ومن أبواب البركة مفاتيح البركة مواصلة الاستغفار، والاستغفار بحد ذاته مصدر الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.